حاجات. بس في عندكم موضوع كده في سيرفس انات مهمه شويه. بصوا معايا ده الاوراكل، ارسموا معايا كده رسمه زي يلا اوراكل. ماندبل، نوز، ماوث. ارسموا دي يلا يلا. وادي المسيتر. سيرفس اناتومي اوفيشال ارتري. بصم دي المسيتر صح؟ نقطة عند الانتيريور انفيرور انجل اوف مسيتر، نقطة عند الميديال انجل بتاع الاي، ونقطة جنب الانجل بتاع الماوث نص انش. ثلاث نقط at anterior inferior angle of masseter، نص انش lateral to angle of mouth، نقطة at medial angle of ايه؟ of eye. وصلهم ب tortuous line. مين بقى ده؟ ده الفيشل ارتري. صعبة دي؟ فيها حاجة؟ بس ماشي. ممكن لك مثلا facial artery in face and its surface anatomy بس ماشي. خلاص حاجة تانية. بصوا المنظر ده، فاكرين نرسم زي جمهورية قرش كده، بروز فصة دايرة بروز. اسمها البتاعة دي ماستويد بروسيس. ده المندبل اهو، دي الهيد اوف مندبل، ودي من دي النك. دي الانتيريور بوردر بتاع الماستويد بروسيس ماشي معايا يا اخوانا. دي الانتيريور بوردر بتاعت مين؟ الماستويد. هاخد نقطه في نصها ماشي. ده في الميدل اوف انتيريور بوردر اوف ماستويد بروسيس. واخد نقطه ثانيه في ظهر النك ماشي. وصلهم بخط، ده الفيشل نيرف. سيرفس اناتومي اوف فيشل نيرف، ميدل اوف انتيرو بوردر اوف ماستويد، للباك اوف نيك اوف ماندبل، ده الفيشل نيرف. عايز تحس بالبلس بتاع الفيشل ارتري؟ جزء على اسنانك. فاكر الانتيريور بوردر هنا، ده الارتري، جزء على اسنانك دي احسن كمان. هات الانتيريور بوردر في ماسيتر، انزل معاه لحد المندبل واتكل على الحته. مش تجز على اسنانك واتكل على خدك، لا يعني تجز على اسنانك. هتلاقي الماسيتر ماشي، الانتيرو بوردر يمشي معاه لحد اخر المندبل تحت عند التقاء الانتيرو بوردر مع المندبل، ده الفيشل ارتري ماشي. ماشي يا اخوانا. طيب رسمه كمان،
بص هنرسم ايه برضو نفس الكلام اهو زي جيوماتيك ارش بروز فصه دايره بروز ايه في ايه بعدين مندبل ودي المسيتر هنعمل سيرفس اناتومي اوف باروتو جلاند بصوا هنا دلوقتي دي الماستيت بروسيس دي الهيد اوف ماندبل دي الماسيتر ودي الانجل فبص معايا هنعمل اربع نقط نقطه في نص الماستويد ماشي نقطة في الهيد نقطة عند نص المسيتر ماشي امال دي مين دي؟ الانجل تحت الانجل ورا الانجل ب 2 سم بيلو اند بيهايند انجل اوف ماندبل نص ماستويد نص مسيتر في الهيد بتاع الماندبل وتحت ورا الانجل ب 2 سم ماشي دي اربع نقط هوصلهم ازاي بقى بصوا الباروتيك جلاند ليها البيز بتاعتها بص اوصل اول نقطتين دول بكيرفد لاين كده بالمنظر ده تحت الميتس ده البيز بتاع الباروتيك جلاند ماشي دي البيز يبقى سنتر اوف ماستويد سنتر اوف ماسيتر هيد اوف ماندبل بلو اند انفيرور تو انجل اوف ايه اوف ماندبل ب 2 سم دي البيز اوصل اول نقطتين بكيرفت لاين ده البيز بتاع البروتيتس بعد كده دي البوستيرو بوردر تمام ودي الانتيرو بوردر يبقى بيز ايبكس انتيرو بوردر بوستيرو بوردر هنا في الرسمه دي ده البيز بتاع البروتيد دي الانتيرو بوردر بوستيرو بوردر وده الايبكس طبعا فاضل الدكت ماشي ما هو الجلاند دي برضه لها ايه؟ دكت يبقى سنتر اوف ماستويد هيد اوف ماندبل سنتر اوف ماسيتر بلو اند انفيرو تو انجل اوف ماندبل اول نقطتين وصلهم بالكيرفت لاين تحت الميتس ده البيز بعد كده انتيرو بوردر بوستيرو بوردر والايبكس خلاص طب والدكت بتيجي ازاي؟ بص ارسمتوها دي خلاص بص بقى هنرسم الاوركل بعدين ده المندبل ده النوز الحتة القبة اللي في جنب دي اسمها الايلا اوف نوز دي البقليلة اللي في جنب دي وقدام دي الحرف اللي من الشفة ده الابر ليبيال مارجن دي اسمها الايلا بتاع النوز ودي اسمها الحرف اللي بتاع الابر ليب ابر ليبيال مارجن ماشي والاوركل في الجنب كده اسمه تريجوس عارفين لما تيجي تسد ودانك
الحته اللي بارزه في الاوركل دي من قدام دي اسمها التريجوس. دي اسمه الايه؟ التريجوس بتاع الاوركل. ماشي، تريجوس، حته كارتلج كده في الاوركل قدام، هي اللي قدام دي. عارفين اقول لك حاجه؟ انت قدام التريجوس في الزيجوماتيك ارش، مش كده؟ هات ايدك كده على التريجوس قدامه على طول واتك على العظم، هتحس بنبض، صح؟ ده السوبرفيشال تمبرال ارتري. عارفين التريجوس في الجنب كده، حته الكارتريج باين في جنب هنا كده كده، ماشي؟ ما تتكش عليه، قدامه هتلاقي الزيجوماتيك ارش على طول. قدام التريجوس حط صبعك كده بالراحه كده، هتحس بنبض، ده السوبرفيشال تمبرال ارتري. ده السوبرفيشال تمبرال ايه؟ بتروحوا بقى. ماشي؟ طب بعد كده نعمل ايه؟ بصوا هنا. بين الايله بتاع النوز، اسمعوني يا اخوانا، بين الايله بتاع النوز دي والابر ليبيال مارجن، اقسم خط صغنن كده. بيربط ايه؟ الايله بتاع النوز بالابر ليبيال مارجن. واخد نقطة في النص بالظبط. ماشي؟ midway between ايله اوف نوز اند ابر ليبيال مارجن. وبعدين ده اسمه تريجوس، كل ده اسمه تريجوس، الحته دي كلها. ماشي، عند نهايه تريجوس من تحت كده اخد نقطه كمان اللور بارت اوف تريجوس. تمام، اوصل النقطتين ببعض اللي هو من عند التريجوس لحد ميد واي بتوين ايلا اوف نوز اند ابر ليبيال مارجن. معايا؟ والخط ده قسمه ثلاث اجزاء، ادي واحد تلت، الثاني الثالث كده، مش مظبوطين قوي، ادي تلت الثاني والثالث. وبعدين احدد التلت ده الميدل ثيرد. ميدل ثيرد اوف لاين درون فروم تريجوس اوف اوركل انتو ميدواي بوينت، ميدواي بتوين ايل اوف نوز اند ابر ليبيال مارجن، دي الباروتو الدكت. دي مهمه جدا. يبقى احنا خدنا البوردرز بتاعت الجلاند والدكت بتاعتها عامله ازاي. ماشي، خلاص اخوانا، حتة اخيرة اقولها، تعبتم؟